تهضرش على الحوت، ما تهضرش على اللحم. عمك ديتي اللحم ب 18100 ديال الغلمي، البقري ولا ب 1800 ريال، الكفته ولات داير 1900 ريال. يلا عمر هادشي ديتي الدجاج عمر خديتيه ب 460، ها هو 400 كان عاد دجاج ابيض من بغاه، دابا ولا ما ولا الثمن طالع فيه. بالنسبه دابا ديال ان شاء الله قريبا العواشر ديال شهر رمضان المبارك، اي حاجه غادي تزاد بالنسبه لا من الحمص لا من العدس لا من اللوز لا من الكركاع لا من التمر. خلي عليك دابا الخضار اللي غتمشى قزبر ومعدنوس، اي حاجه تتزاد فيها الثمن، اي حاجه. بالنسبه دابا ديال كاين اللي تيستغل هذه الفرصه، وبالنسبه عاوتاني كاين اللي شي حوايج يكونوا قلال، وفي هذا الشهر رمضان ان شاء الله تتزاد هذه الاثمنه. هذا هو السبب الرئيسي ديال الزيادات، لان تيولي عليها الاقبال. مع الدخول ان شاء الله ديال سيدنا رمضان، الحوت يبدا يرتفع، الاثمنه مهوله كثيره بزاف. بالنسبه للاسماك البيضاء تترتفع من الميرنا، الكروفيت عليه الطلب بزاف، كالامان تكون لهم الطلب بزاف، ترتفع الاثمنه ديالهم من 60 درهم حتى 80 درهم بالنسبه للميرنا، بالنسبه للكروفيت يوصل ل 100 درهم 110، بالنسبه للكالامان توصل حتى ل 150 درهم، هذا اللي مزيانه. اما بالنسبه للسطون والسردين الاسماك الزرقاء ما بين 20 30 درهم. اما من توصل لوسط سيدنا رمضان تيبدا الاثمنه تتقاد ان شاء الله. مع اقتراب شهر رمضان المبارك كاين المنتوجات اللي تيتزاد فيهم الثمن، تيتزاد واحد 43 درهم تقريبا في الكيلو، بحال الكبده المخاخ تيكون عليهم الطلب كثير، والعرض تيكون ما كتكونش ذبيحه بزاف في رمضان، تيكونوا سادين مثلا اصحاب لي ريستورون لي زوتيل داك الشيء، تتكونش الذبيحه كثيره، تيكون الذبيحه قليله. بالنسبه للخضار هبطت، والفواكه باقا طالعه شويه. بالنسبه للفريز، الفريز عاد بدا دابا كيبدا غالي، النسبه ديالو تبدا من 20 درهم شويه كيبدا يطيح، فاش كيوجد كيبدا حتى 18 10 كيوصل، ومن حده هو كيتزاد يعطي الانتاج وكيتزاد الخاص. من حدو كيكون باقي قليل في الجنيه ديالو الاولى كيكون باقي غالي. هي لابوكا دابا طالعه في الثمن، لابوكا دابا الثمن لابوكا دابا 30 40 لابوكا طالعه على حساب الجوده، حتى هي الجوده كل داك الشيء وعلى حساب الثمن ديالو. هاد الساعه الثمنه تتهرب تطلع وتتهبط على ود الاقبال، إلا كان الإقبال تطلع شوية ما كانش الإقبال تبقى هابطة. الأثمنة تتعرف دابا السوق ما بقادش، السوق تتعرفوا نوبة تيطلع نوبة تيهبط. لا ما شوف كان داك الشيء دابا ما بقاش، دابا السلعة تتكون موجودة. الإقبال ما بقاش، باش السلعة تبقى تطلع ما بقاش دابا كيما كان. هو ياك من الأول كان الغلمي 100 درهم 110 120 هو باقي بهذاك الشيء. الغلمي حيت الغلمي قليلة ما كايناش. البقري تتعرف البقري جوده بالثمن ديالها، جوده بالثمن ديالها، اي حاجه تكون بالثمن ديالها. ربي الواجد راه ما بقاش عايش، السرديل داير 400 500 ريال، راه لا اله الا الله. والبيض داير 30 ريال، اش انا ناكلوا حنا هاد الوليدات؟ راه ربي اللي عالم، راه لا اله الا الله، راه الاثمنه باهظه، ناكلوا حنا في رمضان؟ البصله بشحال دايره؟ مطيشه شحال دايره؟ دايره من القزبر راه تجيك فيها الربيطه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.